السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: درست في العقيدة الطحاوية بأن الصراط متن أو جسر على جهنم يمر عليه الناس على حسب أعمالهم، ومنهم من يسقط من الصراط إلى النار. يقول: أشكل هذا علي مع قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. نعم، هذا بعد أخذه وغله أيضا يمر على الصراط ويسقط في جهنم، لا مانع من هذا، تتعدد عليه والعياذ بالله العقوبات.